أريد أن أوضح المسألة بعمق. ماذا يحدث في حياتك؟ يجب أن تعرف ماذا يحدث تماماً في حياتك. المشكلة في حياتك أو التحدي في حياتك هو هنا. انظر إلى هذه الدائرة. هذه الدائرة نطلق عليها شباب العالم المادي. هذه هي مشكلتك. العالم المادي، وأنت كشخص هنا داخل المادة وتتحرك يسارا يمينا، صاعد راجع إلى الماضي، تتعلم في مدرسة، بعد المدرسة تذهب إلى الجامعة، تقلق، لاحظ المادة، تفكر، تخطط، تسمع أخبار سلبية، لاحظ لاحظ لاحظ، ها؟ هنا أنت فقط ذاهب هنا راجع هنا، تجلس تقف، تتناول الطعام، ترتدي ملابس جديدة، تضحك مرة، تحزن مرة، هنا هذا هو خطأك. لأنه هذا العالم المادي محدود، ليس الحقيقة المطلقة. ماذا عليك أن تفعل الآن؟ انتبه إلى الذي أقوله. ماذا عليك أن تفعل؟ انتبه جيدا، أرجوك وأرجوك انتبه إلى هذا الأمر. هذا الأمر يغير حياتك. ماذا عليك أن تفعل؟ الجواب، لاحظني، أعطوني مجال. وركز وركزي على هذه الدوائر جيدا. أنت تخرج من المادة، تخرج، لاحظ، تخرج من هنا، هذا العالم المادي تتركه، أين تذهب؟ تذهب بالفكر، تذهب إلى هذه الأكوان، تعيش هنا فترة خارج المادة، تذهب في أعماق الأكوان، ثم تذهب إلى أكوان أخرى. ثم تأتي هنا، تسافر بالأفكار، أنت ضوء، هذا أنت الآن الجسم الضوئي، سابقا أنت المادة محصور، هذا سابقا، أنت المادة هنا خطأ، أنت تحلق، تترك المادة، تعيش هنا في هذه الحضارة، كواكب، تريليونات من الكواكب، بهذا العدد تريليونات من الكواكب، تعيش فيها، تبني صور، أنت هناك، تأتي هنا، تأتي هنا، تحلق، تسافر، لأنك أنت الحرية المطلقة. إذا تعيش في المادة، إذا تبقى هنا، فالمادة تصغرك
تضغط عليك أكثر قوى المادة. لاحظها، هل تلاحظ؟ شغالة شغالة عليك بالهموم وبالقلق وبالمخاوف، شغالة. كن ذكيا، ها، واختفي من المادة. تعيش هنا، تعيش هنا، تعيش هنا. ابني صور، وأنت الجسم الضوئي الذي يحلق حول الغلاف الأرضي. هكذا، ابني صور مرة أخرى أكرر، وأنت تحلق تدور حول الغلاف الأرضي. لاحظ، هذا أنت. أنت متحرر من القوى المادية. في السابق أنت كنت هنا، هذا خطأ، موضع، حالة، وعي خاطئ. تعيش هنا، تعيش هنا، تعيش هنا، تعيش هنا، تنتقل إلى هنا. تبني صور وأنت نقطة ضوئية تحلق بين الأكوان، هذا الذي أريد أن أقوله. تبني صور وأنت نقطة ضوئية في أعماق البحار، نقطة ضوئية في أعماق البحار. طبقها، حاول. الأعوام القادمة أعوام ضوئية، كلما تطور فكرك بالضوء، كلما تصعد بوعيك إلى الضوء، فأنت سوف تترك الأرض وتترك هموم الأرض وتترك محددات الأرض وتترك مشاكل الأرض. لا تبقى محصورا هنا، أنت حصرت نفسك هنا لأنك كنت مبرمجا برمجة خاطئة. اكسر، اكسر المادة وسافر، حلق، اخرج إلى فضاءات أخرى، والتحليق غير محدود، ليس فيه مسافة وزمن، والكائنات المتطورة تعرف هذا، تفهم هذا. فلماذا نحن نبقى نعيش بالمحدودية؟ اسأل نفسك، لماذا أنت تستمر تعيش بالمحدودية؟ طبيعتك ليست المحدودية، طبيعتك الحرية المطلقة، التحليق، السفر الكوني. أنت قوة أبدية، أنت خير أبدي، أنت جمال أبدي، أنت صحة أبدية.